ايه جبنا القطة معنا. القطة طبعا طلعت من هنيك جابولنا اياها عمر يوم. تعلقت فيها اسراء. وبقيت منه فينا يعني. ما احسن ما مستغني عنا. يعني بتاكل معنا بتشرب معنا بتنام معنا بتفي معنا شو بناكل الاكل اللي بناكله بالبيت تاكل معنا يعني ما في اي مشكلة عليها. ما حاولنا نستغني عنها نهائيا. ماتت امها توفت امها توفت امها توفت امها بالبيت اللي قاعده فيه صار قذف عليه القطه دمار البيت ولدت امنا جبناها مبسوط انا عشان فرح الصغار والله لاول يوم احمل وقفت هنيك انا كان في اولاد صغار يعني شفتهم حاولت اني افرحهم طلعت لهم اياها لبرا اما هو هذا ما بيطلع لبرا بس هلا لانه بيخاف للعالم والله جيبه جيبه يا اخي الله يوفقك منا محمود He's my life. I can't live without Tabboush and he can't live with any family. تعبت يعني لو ما كان مع طبوش ممكن يمكن ما وصلت يعني هو ينشطه وهي تنشطه يعني ساعده هو وياه ساعدوا بعض البعض